السلام عليكم البنات ومرحبا بكم متتبعات قناه ام عثمان زيدات. انا غتجيكم عجب انني حل المحل يوم الحد. راه اليوم الحد البنات، حليت المحل يوم، بغيت نستقبل الاخت زينب شوب. كنقول لها مرحبا والف مرحبا، شرفتنا اليوم. السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم. اليوم انا ضيفه عند الاخت العزيزه الغاليه والله عظيم امينه. مرحبا بك اختي زينب، وشوفوا تبارك الله وما شاء الله عليها، كيف ما كتشوفوها كيف ما كيف ما كيف ما شفتها مباشره. بعدا ما سخيتش بالجماعه معها، تبارك الله العظيم. لا في الشيء وحق الله العظيم، طيبه كيف ما راه. والله ما كنقول هذا الشيء زعما راحت انا اون فاس معها. ياك ما عطيني الدعم. لا صاحبي، ياك ما عطيني الدعم. لا والله العظيم الا انسانه طيبه، والناس اللي بحالها اقسم بالله انا كنبقى نحلف وخصني نحيد من هذه القاعده. ياك لا ماشي مشكل، لا باش دابا شحال واحد كيحلف باش ياكد الناس انه على الصواب. والله عن صدق زعما الا عمرني شفت بحالها، والله العظيم بارك الله الحمد لله تعاملت معها بزاف وكلهم الله يعمر لهم الدار. ولكن واحد الانسانه بارك الله فيك، كيف ما هكا كيف ما في الكاميرا كيف ما هنايا مباشره. بارك الله فيك، الله يربح على قد نيتها يا ربي. امين امين يا رب العالمين. المهم البنات، زينب كدير لي فولار وكدير لي شال. البنات اللي بغاو يدخلوا عندها القناه راه تبارك الله عندها داكشي ديال لي شال، ومنهم بحال هذا اللي لابسه نيت اللي لابسه الاخت زينب وانا ديال الامارات. وانا بحكم انني كندير الجلابه وكندير القفطان، الجلابه والقفطان عندهم علاقه بالفولار. يعني ناس بزاف كيقولوا كاين ارتباط بين الفولار وبين الجلابه. هذا الشيء علاش ان شاء الله غتشوفوها عندي، وحتى انا ان شاء الله غتشوفوني عندها في المحل ديالها، باش اللي خدات الجلابه مع ام عثمان تكوموندي الفولار من عند الاخت زينب. يعني ان شاء الله احنا بجوجنا في واحد الدومين اللي مرتبط مع بعضياته، اللي لبست الجلابه بخصوص اللي كيديروا الفولار كتبغي معاها الفولار. وانا لمست في داكشي في القناه ديالها، شفت لي فولار عجبوني، يعني داكشي اللي كنبغي انايا، فولارات ديال الحرير ليكرا الماركه مزيانه، يعني داكشي اللي كيعجبني انني نكون دايره. وبزاف الناس راه في لي كومونتير فين ما كندير شي شعر ولا شي فولار كيبقاو يسولوني ام عثمان منين خديتي هذا، ام عثمان داكشي علاش كتسول، داكشي اللي كيسولوا عليه المتتبعين ديالي راه كاين عند الاخت زينب. مرحبا، وكاينه الجوده وكاين ابتداء راه من 50 درهم كل واحد على حساب يعني كاين لو شوا في الاسمنه. اللي بغات الحرير البريميان راه كاين وثمنه، اللي بغات العادي راه كاين ثمنه، يعني كاين الاختيار كاع الفئات، يعني كلشي يلبس اللي عندها تلبس واللي ما عندهاش تلبس وكلشي بحال بحال. هادشي علاش ان شاء الله ها هي جات عندي، ومرحبا بك عندي في المحل، ونهار كبير هذا والله العظيم ليا الشرف. ما تكونش اخر مره ان شاء الله، ان شاء الله ولهي حاشمنا يا رب ان شاء الله الرحمن الرحيم. وكنتمنى تقبلي عليا جوج تحليوه على قد الحال، لان ما اليوم الحد وكتعرفوا اليوم الحد. بالعكس سمحي لي انت. لا بالعكس والله بالعكس، مرحبا بك مرحبا بك. وهذا مرحبا ما كنقولهاش غير لزينب، هذا مرحبا كنقولها لاي واحد دق بابي، مرحبا به والف مرحبا. راه ما كاينش حاجه اللي تمنعني على الناس ولا انني ندير شي حاجه زوينه مع الناس اولا نبارطاجي شي حاجه مع الناس، راه ما عنديش حتى شي غرام ديال المشكل. والله العظيم الى اول مره شا مباشره، يعني قبل وبارطاجات ليا هذا لاشين، يعني شحال من فيديو بارطاجيته اقسم بالله اول مره شفتها. ناس بزاف كيسحبوني كنعرفك. لا اول مره غير في التليفون. اول مره صيفط ليها ميساج واتساب هذاك الشيء باش دويت معاها، اول مره كنشوفها مباشره. مرحبا بك، وتا انا اول مره غنشوفها، وان شاء الله الرحمن الرحيم راه هي ان شاء الله غتقاد شي امور ديالها في المحل ديالها، وغادي نمشي عندها حتى المحل ديالها، وان شاء الله ما غتكونش ماشيه وحده، غتكون فيما وجدت انا شي دفعه ديال الجلالب غادي نمشي نصور لكم، باش نقول لكم ها انتم ها الجلالب راه عندي الازرق عندي الخضر، وعند زينب راه الالوان ديال لي شال ديال لي فولار كاينين عند زينب. اي وحده دي جلابتها ناضيه كامله بالفولار ديالها. واحد القضيه واحده اخرى، حتى الناس اللي بعاد الحمد لله كاينين عندي متتبعات من داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي بعاد اللي بغى شي حاجه راه 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 تواصلوا مع الاخت زينب، وان شاء الله انا غنبارطاجي معكم، غنمشي عندهم نبارطاجي معكم الموديلات. واللي بغات شي حاجه راه شوفوا ما غنبارطاجي معكم شي حاجه الا وعرفت راسي اشنو غنصور، راني متاكده وكنشوف اشنو غادي نصور. واللي بغات شي حاجه راه كتصيفط لجميع المدن، كتصيفط لجميع المدن، يعني غير كتواصلوا معها غيكون ديك الساعه رقم خاص بها، ولا
غندخلوا القناه ديالها ان شاء الله. عندك انستغرام؟ الانستغرام كاين ان شاء الله، ويلا غنخدم عليه مازال اكثر ان شاء الله. يلا حال الانستغرام غادي تخدم عليه اكثر، وقلت ليها خدمي على الانستغرام لان الانستغرام هو اللي عندك سليعه زوينه وعندك سليعه نقيه، خاصك تخدمي عليها باش هكايا تولي حتى سميتك معروفه ان شاء الله. والله يسهل عليها والله يسهل عليها بالجوده ان شاء الله وبالكاليتي. ماشي حنا بغينا اللي دات شي حاجه راه تشكرها، اللي دات شي حاجه تلقاها كيف ما هضرنا عليها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، الله ييسر لك ونتمنى هذه الخطوه ولا هذه البديره ان شاء الله تكون بديره خير ان شاء الله. وهذه المجيه اللي جيتي وضربتي الطريق وجايه، الله يجعلها لك ميزان حسناتك. يا ربي راه جات مسكينه والله بشوفتك بارك الله فيك، جات مسكينه حيت سمعت الناس اش كانوا تيقولوا، راه ام عثمان خدات الدعم ما خدات الدعم، والله البنات ما خايده لا دعم لا والو. اول مره نشوفها والله هذا من عمرني تواصلت معاها من غير واتساب، بس زعما لا دعم لا والو، دعمتني لله يعني لله، والله يجازيها على قد العفو والله. الله يلا يجازيك على قد النيه الطيبه ديالك. هذا الشيء هذا الشيء كنطلب الله يعطيني الوقت نديرو مع كل شيء، نكون هكا مع كل شيء، يكون هذا المحل ديالي باب ديال بزاف الناس اللي باغيين الدعم ولا اللي باغيين المساعده. هذا الشيء الله يفتح لك السي كنطلب الله سبحانه وتعالى يقدرني عليه وييسر ليا فيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. غتوجدي لي شي حاجه ديال الفولارات ياك ان شاء الله؟ كاينه شي حاجه اليوم؟ لا ماشي اليوم، كيفاش المهم خاصك تنزلي شي فيديو نشوفو يشوفو. صبرتني لا اليوم لا اليوم لا اليوم الحد عطله ان شاء الله. ان شاء الله لا ضروري ضروري القناه ديالك باش تنزل شي فيديو وبارطاجي. اي غيكونوا فيديوهات ان شاء الله، وغنجيب واحد المجموعه ان شاء الله ديال لاصوام يحيد غير هاد البيريود هادي. غنجيبو بغيت انا نبدا كاينه لاصوا 100% كاينه حرير خيط، غنجيب ان شاء الله تحيد هاد البيريود هادي وغنجيب حرير خيط نبداو به هو الاول حتى هو اللي كيخدم في البرد، وغنجيبو ان شاء الله هكذا حتى حتى بحال هاد الشال اللي دايره زوين البنات دايره داير حطاه زوين. انا دابا كنشوف فيه مباشره تبارك الله راقي وزوين زوين صراحه تبارك الله. الله يكبر ولكن راه باقي زينب اللي زوينه. لا لا ويناتك اللي زويني ماشي الشال اللي زوين هو. الله يكبر ان شاء الله راهكم غنحط لكم الرابط ديال القناه ديالها، وكنوعدكم ان شاء الله كيف تقاد امورها بزياره ليها. انا غنتسنى هي تعيط عليا تقول لي راه الامور ديالي مقاده وغادي نمشي عندها، نمشي عندها باش نبارطاجي معكم داكشي مباشره، وتعرفوا حتى العنوان ديال المحل ديالها وتعرفوها فين كاينه. واللي بعيد البنات راه كاين لا ليفريزون حتى في داخل كازا، حتى في داخل كازا، حتى في داخل كازا راه كيجيب لك الليفرور الفولار ولا الشال اللي اختاريتي حتى لعندك. واحد القضيه زوينه كنت نهضروا دابا انا وياها وقالتها ليا، يعني كتصيفط لك جوج موديلات ثلاثه كتختاري، يعني كتكوموندي موديل وكتصيفط لك موديل واحد اخر يعني تشوفي، ولا عجبك بجوج كتاخذيهم بجوج. هذا الشيء اللي كاين البنات. كنتمنى التوفيق لزينب وكنقول لها الله يدير بحسابك والله يكبر بك، جيتي معذبه وجايه عندي الله يدير بحسابك سنتي هي والله يخلصك على قد نيتك الطيبه. الله يحفظك الله يحفظك. يعني ماشي دعم دا يكون، انا ما عطيتها والو ولكن انا بغيت هذاك الدعم يكون من عند الله سبحانه وتعالى، الله يجازيها. العفو اختي العفو والله العظيم العفو. مرحبا والف مرحبا. يلا هالبنات بسلامة عليكم وتبارك الله على زينب والله يسهل عليها وتدعوا معاها ان شاء الله. غنخلي لكم الرابط ديال القناه ديالها اسفل الفيديو باش تشوفوا هاد لي شال بحال اللي دايره، والمهم تشوفوا الجديد ديالها اللي غتنزل لكم. انا غنقول لكم السلام عليكم وغنمشي ندير الواجب مع الضيفه ديالي نحط ليها ماشي درت شي حاجه راه حليوه وكاس العصير. ابتسامه والله العظيم اللي فيها كل الخير، حليوه وكاس العصير الله يجعل البركه. وان شاء الله نتمنى من الله تكون زيارات بيناتنا وتكون لقاءات ومعرفه ان شاء الله دائمه. الله يكبر بك امين. الله يكبر بك المحل ربي يخليك والله عند اختي الحمد لله. بارك الله فيك بارك الله فيك. يلا بسلامة عليكم البنات، واللي بغات شي شال دخل عند مرحبا دخل عند زينب. يلا بسلامة عليكم. سلامة. مشات الاخت زينب الله يسهل عليها وييسر ليها، وهادو هادي لكم البنات، يعني اي وحده بغات دير الدعم مرحبا والف مرحبا. راه غتلقاو ام عثمان زيدات كيف ما تلقات الاخت زينب غتلقى لكم حتى انتمايا. وقبلوا عليا راني باقا فايقه من نعاس اليوم الحد باقي عينيا وارمين. شاركنا الطعام مع بعضياتنا مشات الله يجيها الخير ويعشر الخطوات والله يجازيها بخير، يعني كبرات بينا الله يكبر بها. غنوريكم لي شال البنات هادو اللي جات ليا، اش نقول لكم داكشي غزال داكشي واعر حمقوني هادو. الاضاءه بزاف ما مخلياش ليا داكشي يبان زوين، بلاتي غنحاول ندورها كحسن.
عجبوني بزاف هادو، يعني شي حاجه راقيه وشي حاجه هماويه. الله يكبر بيك والله يدير بحسابك. يعني شوفوا معايا اش قلت لكم، البنات راه عندها داكشي رائع، اكثر من رائع، اكثر من رائع. هادو راه كيف ما كتشوفوها، كيف ما كتشوفوها كتصورهم، شفتوا شو تبارك الله كيفاش دايرين داكشي زوين زوين تبارك الله. كيف ما او كبار يعني دير هذا البرد هذا، كيف ما كتشوفوا داكشي كتصوروا. كيف ما نبدل لكم الفولار الثاني، هذا الفولار الثاني، هذا سوا يعني حرير، شفتوا معايا الالوان اللي فيه، الشكل ديالو كيفاش كيجي. راقي، غنوريكم كيفاش الثوب ديالهم داير، حتى هذا غادي نلبسو ليكم، شوفوا كيفاش غادي يجيني. هانتوما شوفوا معايا، يعني فولارات زوينين ديال الحرير والوان فنين. غنلبس هذا، شوفوا الشكل ديالو كيفاش داير، شوفوا معايا هذا حتى هو الشكل ديالو كيف داير. يعني كنوريكم حتى الظهر ديالو كيفاش داير، راقي هماوي، شي حاجه ديال النخوه. والالوان هادئين، يعني كتعجبني، عجبني داكشي اللي عندها، لوينات كلاس، يعني شي حاجه اللي زوينه. هذا يجي مع شي حاجه في الغوزان ديان، يعني فيه الوان اللي فنيونه ما شاء الله. غنوريكم الفولار الثالث، هذا حتى هو فولار لون الاسود، شوفوا معايا الالوان اللي فيه كيفاش دايره. صراحه هذا جا حتى مع هاد، حتى مع هاد، مع هاد تريكو الغوج جا زوين. هذا غيعطي كثر في الجلابه في اللون الاسود، يعني شي جليبه في اللون الاسود، يعني غتجي راقيه ما شاء الله. مازال تشوفوا هاد الالوان باش مش مزوقه الفولار، غتشوفوها في شي جلابه في اللون الاسود. شفت الالوان اللي فيه كديرين، الوان راقيين وهمويين. ما قلت لكم زينب شوب او لا الاخت زينب راه عندها المليح، الا وكانت صادقه في القول ديالي، يعني ما يمكنش نبارطاجي شي حاجه اللي ما هياش. فولارات حرير، حرير البنات حرير، وانا كنحماق على الفولارات ديال الحرير. شفتوا هذا هنا، هذا ديال ديال ليكرا البنات، وماشي ليكرا عاديه، يعني شي حاجه اللي راقيه. شفتوا تبارك الله، هذا هاد ليكرا هادي جات حتى مع تريكو، جات حتى مع هاد تريكو. يعني بالنسبه للشده راه كتشوفوا في الخلف ديالي الشده كيفاش شادها. كلها منبته بليزيستراس، وثوبها طايح، يعني ماشي ديك ليكرا اللي وكبيره، يعني الشال ديالها كبير، هنا فيها ليزيستراس دايرين بها كامله. صراحه داكشي زوين تبارك الله. اللي بغى شي حاجه، اللي بغات كوموندي شي حاجه، هذا عجبني شي جلابه في هذا اللون هذا، شفتوا كيف داير، فيه بزاف الالوان، فيه الكاشيري، فيه الكرونه، فيه الوينات مزيونين. كنقول زينب الله يسهل عليك، والله ييسر ليك، وعجبتيني انا كي جايبه المليح، جايبه شي حاجه اللي زوينه، وجايبه واحد الكاليتي اللي كتحمر الوجه واللي كتشرف ام عثمان زيدات انها تبارطاجيها في القناه ديالها. يلا هالبنات كثروا لي لايك، دخلوا عند زينب، دعموا القناه ديالها، ماشي دعموا القناه ديالها انها محتاجه للدعم، محتاجه انها تبارطاجي الخدمه ديالها، انها تبيع وتشري، انكم حتى نتوما كنقربوا لكم، كنقربوا لكم المحلات، يعني كنقربوا لكم واحد المحل انك تقدري غير من التليفون ديالك تعيطي وتكوموندي. نقول لكم البنات هادو كوموندوهم بزاف، راه شي حاجه اللي رائعه. شوفوا هذا كيف داير، يعني كتعيطي كتشوفي راه كيف ما كتشوفوا في الصوره، كيف ما كتشوفوا مباشره. ها انتما كيفاش داير، حرير، حرير ديال بصح،
صافي يعني كنقربوا لكم كنقربوا لكم المحلات يعني غتعيطي غتشوفي اللون اللي عندك في الجلابه ولا هذا البنات غاخذوا من عندها كاع اللوان فيهم. انا غنعاود نكوموندي من عندها الباج ديالو الترابي وغنعاود نكوموندي من عندها الزيتي ديالو يعني غنكوموندي من عندها الوينه ديالو لانهم راقيين. وبطبيعه الحال غناخذ لواحد الام ديالي ماماتي بجوج ماماتي رحمه وماماتي ربيعه غنكوموندي ليهم جوج من هادو لان انا عارفه ماما رحمه غنسول ماما يمكن غتبغي فولارات وماما رحمه غنكوموندي لها من عندها غنكوموندي هادو نصيفطهم لماما رحمه لفرنسا لانها انا عارفه ماما رحمه كيعجبها انها دير لي شال ديال النخوه ولي شال ديال الهمه ولي شال ديال اما ميمتي ربيعه راه كتبغي هادو ديال الحرير والفولارات ما كتبغيش لي شال. يلا بالسلامه عليكم فرجه ممتعه وتعاونوا مع الاخت زينب شوب بالبارطاج وبلي لايك وفرجه ممتعه ان شاء الله. راه غاديه نمشي عندها المحل ونصور لكم داكشي اللي عندها في المحل داكشي الهبال. يلا بالسلامه عليكم.